اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين الى حلقه جديده من فضاء حر، نناقش فيها رؤيه التحالف العربي لحل الازمه في اليمن، نظره في الخطاب السياسي والواقع الميداني. أنهى مجلس التعاون الخليجي قبل أيام دورته 37 التي عقدها في البحرين، وكان للقضية اليمنية حيز كبير في البيان الختامي للاجتماع الذي شدد على ضرورة التمسك بالمرجعيات الثلاث كركائز لأي تسوية سياسية قادمة، وفي نفس الوقت رحب بجهود ولد الشيخ لإحلال السلام في اليمن، وأكد على أهمية الحل السياسي في البلاد. في المقابل لم تشهد المعارك أي تحركات جدية توحي بالحسم العسكري بهدف فرض الخيارات السياسية التي يؤكدها الخطاب الخليجي الأخير. يتساءل كثيرون عن أسباب تعثر تحقيق التحالف لأهدافه السياسية بعدما يقارب 20 شهرا، ومن يقف وراء هذا التعثر، ولماذا لا تحسب المعارك العسكرية على الأرض حتى الآن، وماذا عن معركة تعز، وأين ذهبت مقررات مؤتمر الرياض كواحدة من بنود قرار مجلس الأمن الدولي 22-16، وهل لدى التحالف رؤية واضحة لحسم المعركة في اليمن، وهل يدرك حجم المخاطر المتربصة بالجميع بسبب التمدد الإيراني في المنطقة؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون محل نقاشنا لهذه الحلقة مع ضيفينا من الرياض، الخبير العسكري والاستراتيجي العميد حسن الشهري، ومن اسطنبول الكاتب والباحث السياسي نبيل البكيري. مرحبا بكما ضيفي الكريمين، ونبدأ بالسؤال المشترك معكما، والبداية مع العميد حسن الشهري. هل حقق التحالف العربي أهدافه في اليمن بعدما يقارب العامين منذ بدء عملية عاصفة الحزم؟ عليك وللأستاذ نبيل ولمشاهدي قناتكم، مرحبا. لا يمكن القياس الآن أو التكهن بنتائج نهائية، إلا أنه الأهداف الرئيسية لعاصفة الحزم تحققت خلال 26 يوم الأولى من بداية العاصفة كعمل عسكري، ثم انتقلت إلى عمل إنساني وأيضا دبلوماسي. وبالتالي الأهداف الأخرى إن لم تتحقق فهي ستتحقق في الطريق. لماذا؟ نجحت عاصفة الحزم إلى الآن في العصف في المشروع الإيراني في البحرين في قبل 5 سنوات، وفي اليمن قبل حوالي 2 أو 2.5 سنين من الآن. الهدف الرئيسي لإيران تحطم، بقايا وارتدادات هذا العمل لا زالت في اليمن خلال المطايا في اليمن، الحوثيين ورئيس المخلوع علي عبد الله الصالح. هناك أيضا بعض التحديات والمشاكل الداخلية في اليمن، سواء تعلقت بالشرعية أو بالشعب اليمني. هناك نعم، ندع هذه المشاكل والتفاصيل للنقاش في سياق الحلقة. سيد حسن، أتحول إليك أستاذ نبيل البكيري، والسؤال ذاته، يعني هل تعتقد بأن التحالف العربي حقق أهدافه بعد ما يقارب العامين من بدء عاصفة الحزم؟ بداية مساء الخير أستاذ حسن والمشاهدين الكرام والمشاهدين جميعا. فيما يتعلق بالجزئية أو بهذا السؤال تحديدا، أنا باعتقادي أنه التحالف العربي ككيان أعلن عنه قبل أكثر من 2 عامين وقاد معركة كبيرة في اليمن، نشعر أنه بعد 2 عامين لم تتحقق كل تلك الأهداف الكبيرة التي رسمها التحالف العربي أو أعلن عنها باستعادة الشرعية وطرد أو إسقاط الانقلاب. ما تحقق صحيح، تحققت أشياء كثيرة، لكن ما لم يتحقق أيضا، هناك أشياء كثيرة أيضا. لا زالت ميليشيات الانقلاب قوية، لا زالت إيران لها أذرع كبيرة في المنطقة العربية في اليمن تحديدا، لا زالت الشرعية ضعيفة وأدائها لا يتناسب مع حجم هذه المهمة. التحالف العربي تناقضاته أيضا انعكست سلبا على تحقيق هذه الأهداف التي ليس بالمقياس الزمني، ليس لصالح التحالف العربي على الإطلاق ما تحقق حتى الآن في اليمن، رغم ما تحقق أيضا. نعم، إذن تتحدث عن بعض الأهداف الجزئية أو بعض الإنجازات الجزئية للتحالف العربي في اليمن. أستاذ نبيل البكيري، أشكركما ضيفي الكريمين، وأدعوكما لمتابعة هذا التقرير الذي يلخص أبرز ما جاء في بيان قمة مجلس التعاون الخليجي 37 بشأن اليمن.
إذن بعد هذا الاستعراض السريع لأبرز ما جاء في البيان الختامي لاجتماع مجلس التعاون الخليجي في دورته 37، عودة إليك أستاذ أو سيادة العميد حسن الشهري، ونبدأ من حيث انتهى إليه البيان بين مجلس التعاون الخليجي. يتساءل البعض كيف يؤكد بيان المجلس على شرعية الرئيس هادي وعلى المرجعيات الثلاث كركائز أساسية لأي تسوية سياسية قادمة، وفي نفس الوقت يتحدث عن تأكيده لمساعي ولد الشيخ في خارطته التي يحملها بشأن السلام، في حين تتقاطع هاتين الفكرتين، يعني الخارطة تتقاطع تماما مع المرجعية الثلاث ومع شرعية الرئيس هادي. قمة مجلس التعاون المنامة كانت واضحة المعالم والأهداف، هناك بعض الخبر من خطاب سمو الشيخ صباح أحمد الجابر في التأكيد على دعمه لولد الشيخ، لأنه سمع منه عند عودته ومقابلته مع فخامة الرئيس بتأكيد ولد الشيخ على مرتكزات السلام الثلاثة. ولد الشيخ إسماعيل يناور لأنه عبد مأمور، ولكن أؤكد أن دول الخليج بدأت سلميا في اليمن من مبادرة الخليجية، ثم ساهم الشعب اليمني وقياداته في الخروج بمخرجات الحوار الوطني، ثم انتهت بالرياض بخروج علي عبد الله الصالح من السلطة وتسليم فخامة الرئيس هادي، كلها أعمال دبلوماسية ضمن الاستراتيجية الغير مباشرة. ولكن عندما انقلب علي عبد الله الصالح والحوثيون على كل هذه المرتكزات، واستطاعت أيضا في خلال هذه الفترة المملكة العربية السعودية ودول الخليج والأردن من انتزاع القرار 2216 من مجلس الأمن، وبالتالي أصبح هناك ثلاث ركائز سن في اليمن عالميا وإقليميا ومحليا في اليمن. ولكن عندما لم تتحقق تلك قامت العاصفة، والعاصفة كما ذكرت في البداية عصفت بالحلم الإيراني في المنطقة، قضت عليه نهائيا في البحرين لأنه كانت البيئة في البحرين قادرة وقوية، البيئة في اليمن لم تكن مساعدة لي بالشكل الكامل، بيئة اليمن تختلف، اليمن دولة كبيرة محيطها البحري والبري كبير جدا، ثم تقاطعات وتجاذبات في الداخل كبيرة جدا، وهي من أكبر محددات مع الأسف القبلية إلى الآن لا زالت أقاليم من دمار وصولا إلى مرورا بصنعاء مرورا بعمران وصولا إلى صعدة وحجة لا زالت تحت تأثير علي عبد الله صالح والحوثيين، وبالتالي أكثر من نصف سكان اليمن لا زال الآن يتأثر إلى الآن لم يوجه بوصلته بالاتجاه الصحيح. التحالف استطاع أن ينشئ جيش أشرفت عليه المملكة السعودية بشكل كبير، ساهمت أيضا الإمارات، أصبح لدى اليمن أكثر 100,000 مقاتل الآن يقومون بأعمال جيدة، التحالف قام بأعمال جليلة، الحكومة دورها ضعيف لأنه ليس لديها مكونات، ثم أيضا تقاطعات وتجاذبات ضمن الائتلاف الحكومي مع الأسف في الجنوب وفي الشمال، وبالتالي أنا أعتقد أن مثل هذه الملاحظات، ولكن الحكومة أفاقت في الوقت المناسب وعارضت مرتكزات النوايا الخبيثة للأمم المتحدة والتي كان يقودها ولد الشيخ ويدعمها كيري وزير الخارجية الأمريكي. وأعتقد أن الملك سلمان في قمة البحرين وضع إصبعه على المكان المناسب وقال ما بدأناه في اليمن لن ينتهي إلا بعادة الشرعية، وهذا الهدف النهائي والمطلق لعاصفة الحجر. نعم، وهذا السؤال تحديدا سيادة العميد، يعني كيف يمكن أن نجمع بين هذين الطرحين، الإصرار التحالف كما أشرت الآن إلى عودة الشرعية في البلاد ودعمها لخارطة ولد الشيخ التي يعني تحمل مضامين عكس الهدف الذي جاء لأجله التحالف العربي وعاصفة الحزم؟ التحالف ممثل في اليمن الآن ومباشر مع الأمم المتحدة يمد يده للسلام، ولكن بمرتكزات والثلاث، إن لم تتحقق السلام وسنعود للاستراتيجية المباشرة، وأعتقد أن هناك بوادر نرى ما يحصل في مديرية الكاف، ما يحصل في البقع، ما يحصل في شمال شبوة، ما يحصل في محيط عدن، ما يحصل أيضا في باتجاه محافظة الضباب، وأيضا ما الأعمال العسكرية من ميدي باتجاه الجنوب. أنا أعتقد أنه ثم كان هناك تصريح المعالي ورئيس الأركان اليمني أكد فيه أن الأيام القادمة ستشهد أعمال عسكرية كبيرة، الكل حاول يتجاوز منطقة صنعاء ومحيط صنعاء لأن تبقى صنعاء كليمة،
ولكن إذا لم تنتبه الحكومة وتحرك قواتها إلى تعز، إذا عادت تعز إلى حريتها واستقلالها، أنا أعتقد أنه حتكون بوابة النصر اليمن بالكامل وتتداعى. سنأتي إلى تعز سيادة العميد. تعز هذه سنخصص لها محور خاص بها. تحول إلى أستاذ نبيل البكيري، هل وجدت بأن بيان قمة مجلس التعاون الخليجي مقنعا ولغته بالمستوى بمستوى حجم الخطر الذي يحيق بالمنطقة إجمالا واليمن على وجه التحديد؟ لا شك أنه بيان مجلس التعاون الخليجي هو لا يعكس رؤية التحالف العربي بشكل كبير، بالنظر إلى أن مجلس التحالف أو مجلس التعاون الخليجي يضم أيضا عمان، وعمان أيضا لها موقف مختلف تماما، مع يتعارض ويتقاطع مع موقف التحالف العربي. أيضا حضور الجانب البريطاني في هذا الاجتماع الأخير ربما كان له دور أيضا في فرملة حدة الخطاب أو حقيقة الخطاب الذي كان ينبغي أن يتناسب مع حجم هذه التحديات الوجودية التي تتهدد الخليج وتتهدد المنطقة العربية كلها. أنا باعتقادي أن معركة اليمن هي آخر معركة ممكن أن تخاض دفاعا عن وجود العرب في هذه المنطقة، لأن المنطقة أصبحت مهددة ومحاطة بالخطر من كل الاتجاهات، من العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى كثير من المناطق، وبالتالي معركة اليمن معركة وجودية ومصيرية، وبالتالي كان ينبغي أن يكون هناك إنجازات وأمال كبيرة تتعلق بمصير هذه المعركة، بالنظر إلى حجم التحديات الخطيرة والوجودية التي لا تكتفي فقط بمسألة الصراع المباشر كما هو الحال في اليمن وسوريا، وإنما هذه مجتمعات مفخخة من خلال المشروع الإيراني الذي يشتغل على الأوراق الطائفية، من خلال أيضا الاشتغال والاختراقات الحاصلة في كثير من المنظمات الدولية على رأس الأمم المتحدة التي تشتغل اشتغال واضح وصريح باتجاه تمكين المشروع الإيراني والسير نحو تفتيت المنطقة العربية مذهبيا وإثنيا. وبالتالي أنا باعتقادي أنه بيان مجلس التعاون الخليجي لم يكن عند المستوى المطلوب، ربما كما قلت أنه انعكاس لحالة التقاطعات والتباينات والأجندات المختلفة الموجودة في إطار أعضاء المجلس كلهم، فضلا عن هذه اللحظة التي تتمثل. طالما قد ذكرت هذه التقاطعات والتباينات داخل منظومة مجلس التعاون الخليجي، هل تعتقد بأنها يمكن أن تكون سببا أو هي كانت فعلا سببا في تعثر تحقيق التحالف العربي لأهدافه السياسية خلال ما يقرب من العامين؟ لا شك أنه هذه التقاطعات والتباينات المتناقضة أعضاء التحالف العربي فضلا عن مجلس التعاون الخليجي هي أيضا من ضمن العوامل والكوابح المؤثرة في قرار التحالف العربي فيما يتعلق بالحسم العسكري، فيما يتعلق أيضا بالانتصارات التي يجب كانت أن تكون على قدر هذا التحدي وعلى قدر هذه المعركة، بالنظر إلى أن هناك أطراف في التحالف العربي لها توجسات ولها حسابات ضيقة وحسابات لا تتناسب مع الخطر الوجودي فيما يتعلق ب يعني اعتراضات على هذا الطرف أو ذاك من في إطار المقاومة الشعبية وفي إطار الخارطة السياسية للمجتمع اليمني، فضلا عن وهذا هو الأهم أنه في هناك إشكالية في مسألة رؤية التحالف العربي لحقيقة المعركة في اليمن وحقيقة الدور اليمني في هذه المعركة. أنا باعتقادي أنه في إشكالية فيما يتعلق بمنظور الإخوة في الخليج إلى الجانب اليمني على أنه تابع في هذه المعركة وليس شريك، وهذه من أهم وأخطر الأشياء العقبات التي تؤثر في سير المعركة ولا ربما لا يدركها الإخوة في الخليج. أنا باعتقادي لو عدنا نعم أستاذ نبيل عند هذه النقطة تحديدا، دعني أنقل هذا السؤال إلى سيادة العميد حسن الشهري، يعني هل تعتقد فعلا بأن النظرة أو تعامل التحالف العربي ودول الخليج بشكل عام مع اليمن كتابع كما يتحدث الأستاذ نبيل البكيري وليس كشريك حقيقي في معركة وجودية يعني تهدد المنطقة بشكل عام، واليمنيين يدفعون ضريبة الحفاظ على المنطقة نيابة عن الجميع؟ لا يمكن القبول مثل هذه الأفكار، وإن صدرت من الزميل نبيل البكيري فهذا أعتقد أنه اجتهاد. لا يمكن أن تقوم المملكة وتشكل تحالف من أن يبقى اليمن كتابع أو حديقة خلفية كما يوصف أو يحلو البعض بأن يوصفها. اليمن جزء أساسي وركن أساسي للجزيرة العربية. سقوط اليمن أو ذهابه لا قدر الله معناته سقوط للبقية، وإن قد تتأخر بعضها.
أعود إلى قمة مجلس التعاون الخليجي. قمة مجلس التعاون لم يكن هناك تقاطع في الأهداف، هناك تقاطع في المصالح. أنا أعتقد وجود رئيسة وزراء بريطانيا كان داعم للقمة بشكل استراتيجي، وهي أعلنت عن شراكة استراتيجية ضد إيران علنا، وأعتقد أنه كان وجودها للتأثير أو لطلب من قادة دول المجلس الخمس الأخرى التأخير في البث في مصير عمان أن تبقى في المجلس كعضو وأولى، وبيقول أن عمان قررت إذا تم الاتحاد فسندعو لكم بالتوفيق على لسان وزير خارجيتها، ولكن دول الخليج بحكمتها وقادتها وشعوبها، لأن الشعوب متوحدة سواء في عمان وصولا إلى الكويت. أنا أعتقد أنه لم تقبل دول الخليج بحكامها وشعوبها أن تكون عمان خارج هذه المنظومة، أنشئت عام 81 وستبقى إن شاء الله. الأهداف الرئيسية مشتركة، هناك تقاطع في المصالح وليس بالأهداف. اليمن دولة رئيسية وركن في الجزيرة العربية، وستكون إن شاء الله عضو فاعل في مجلس التعاون يوم الأيام. ننتظر فقط حيثيات الموضوع وما يؤثر في الموضوع عاملين. العامل الأول الضغوط الدولية المثلة في الولايات المتحدة ومجلس الأمن. العامل الآخر هي البيئة الوطنية أو الإقليمية الداخلية لليمن. البيئة الإقليمية لليمن ضاغطة جدا، لم تستطع الحكومة أن تقوم بواجبها بالشكل المطلوب، لم تتكيف بالشكل المناسب أيضا مع ضغوطات البيئة الدولية، كادت في عمليات السلام أن تصل إلى حالة الاستسلام ولكنها توقفت عند هذا الحد، وكان ذلك أيضا رغبة منها في إيقاف سفك الدم، ولكن الحوثيين ليس لهم إلا ولا دماء. إذن أنت أفهم من كلامك بأنك تحمل الحكومة الشرعية مسؤولية تعثر إنجاز الأهداف السياسية للتحالف العربي؟ ليس بهذا الشكل، ولكن عامل من عامل التحديات والبيئة الضاغطة، عدم قدرة الحكومة في، مع الأسف هناك أمور كثيرة لا يمكن أن تكون مادة إعلامية، ولكن الكل يدرك المراقبين الخلل يمني يمني يحتاج الرئيس هذه فخامة الرئيس مع سيادة النائب مع معالي رئيس الوزراء مع رئيس الأركان أن يبدلوا في أوليات استراتيجية العمل، أن يكون لهم سياسة واضحة تعلن الأقليم الآن، تحل الأحزاب ويعاد هيكلتها من أجل كيف تحل الأحزاب وطنية. نعم سيادة العمل لم أفهم يعني هذه النقطة تحديدا، كيف حل الأحزاب؟ يعني هل يمكن أن يكون حل سياسي دون وجود حياة سياسية متنوعة وشركة الجميع أطياف ألوان الطف السياسي في البلد؟ عفوا أختي، يعاد، أنا أعرف أن اليمن تشكل على أحزاب وعلى وبدأ قبل ذلك بالقبيلة، ولا يمكن فصل المجتمع اليمني على أحزاب. أنا لا أطلب حل الأحزاب نهائياً، حل الأحزاب وإعادة هيكليتها بمبادئ وأسس تتطابق مع الوطنية اليمنية وليس الحزبية. أنا أعتقد أن حزب المؤتمر هو فاعل في اليمن إلى الآن، له تأثير في تعز، له تأثير في كل المحافظات الشمالية، له تأثير في الجنوب أيضاً. هناك أحزاب لها أيضاً نظرات انفصالية في الجنوب، يجب أيضاً في أحزاب دينية لم تقم بالدور أو المطلوب، وإنما تتربص للوصول إلى قطعة من الكيكة في يوم من الأيام. أنا أعتقد أنه الموضوع اليمني شائك، يجب أن يحل داخل الجسد اليمني ليساهموا مع دول التحالف بأن تنفذ العملية إعادة العمل مع عاصفة الحزم بالشكل المناسب، وأيضا استكمال الأعمال السياسية بما يتناسب مع بقاء السيادة اليمنية دون نقصان. إذا كان هناك سلم فالمرتكزات السلمية الثلاث دون الإخلال بها مع التكيف مع البيئة اليمنية الداخلية والتأثير. كنا نعتقد أنه معالي الفريق علي محسن الأحمر قادر على أن يختلط القبائل المحيطة بصنعاء، قادر يؤثر فيهم على الأقل أن يجعلهم على الحياد. لا نود، وكنا طالبنا يوم من الأيام أن تدخل قوات المسلحة لصنعاء بالقوة، ولكن صنعاء تبقى رمز اليمنيين، وبالتالي إذا سقطت تعز وتم تحرير جميع المراكز الحدودية والمحافظات والمديريات والموانئ الغربية من التواجد الحوثي والعفاشي، أنا أعتقد أن صنعاء ستتدين بالولاء للشعب. طيب 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 سيادة العميد، يعني يبدو أنك تلقي الآن بمسؤولية كبيرة للداخل والتشكيلات الداخلية في البلد، وهذا الطرح بطبيعة الحال سأحيله إلى الأستاذ نبيل بكيري، لكن قبله يعني ألا تعتقد بأن
داخل منظومة التحالف العربي هناك تناقضات كبيرة فيما يتعلق بالفعل في الميدان وفي جدية الحسم العسكري، خاصة عندما نتحدث عن وصول قوات التحالف العربي إلى حدود المناطق الجنوبية التي حررتها عندما أرادت ذلك، توقفت عند حدود 90 بينما تبعد عن تعز ما يعني ما يقل عن 100 كيلومتر، يعني كيف يمكن أن نفسر ذلك؟ وأكرر على مثل هذا، هذا تأكيد وشاهد وأكثر من أن يدلل عليه أنه القوات الجنوبية لما وصلت إلى حدود اليمن الجنوبي توقفت، لأنه كما ذكرت المشكلة يمنية نفسية، لا زال هناك بعض الآلام في الداخل بين الطرفين. نعتقد أنه يجب على الحكماء في اليمن تجاوز مثل هذه الأمور. اليمن موحد، يجب أن تتضمن السياسة الوطنية القادمة أول ركائز هذه السياسة اليمن اتحادي بأقاليمه الستة. نعم، وهذا أيضا ذكر في بيان في البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي، تأكيد المجلس على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، لكن أيضا ما نراه على الأرض يتناقض أو يتقاطع أو لا يتطابق مع هذا الطرح تحديدا. تحول إليك أستاذ نبيل بكيري، يمكنك الرد على ما تفضل به سيادة العميد حول المشكلة اليمنية وحول التشكيلات السياسية الداخلية، وأيضا مشكلة تعز، لماذا لم يصل الحزم إلى تعز الذي أيضا أحاله سيادة العميد إلى مشكلة يمنية؟ بداية أنا أتفق كثيرا مع ما طرحه سيادة العميد حسن الشريف فيما يتعلق بالأزمة اليمنية، لكن قبل هذا دعني أقول أنه فيما يتعلق بمسألة، أنا هنا أتحدث بصفتي مواطن يمني وليس متحدث باسم الشرعية أو أي طرف رسمي في اليمن، وبالتالي أنا أتحدث عندما أقول أن هناك إشكالية في رؤية الخليج لتناقضات الحالة اليمنية أو لخصوصية المشهد اليمني، أنا أعني ما أقول جيدا. وبالتالي فيما يتعلق أيضا بمسألة الشراكة والتبعية، أنا مثلا على سبيل المثال مثلا الرباعية التي تناقش الوضع في اليمن، اليمن دائما في كل اجتماعاتها كانت غايبة عن هذه الطاولة، وكان يعتبر أنها كتابع ويمكن أن تقرر وتوقع على ما يمكن أن يتفق عليه لجنة الرباعية، فضلا عن اليوم يعني يفترض في قمة الخليج هذه المهمة والاستراتيجية في هذه المرحلة أن تكون اليمن حاضرة في هذه القمة باعتبارها جزء من هذه الجغرافيا، باعتبارها أيضا أرض لمعركة التحالف العربي ومعركة الإخوة في الخليج، بدل أن تأتي بريطانيا من أعالي البحار وتحضر وبينما تغيب اليمن صاحبة الشأن وصاحبة القضية. نحن نتحدث عن وقائع موجودة على الأرض وملاحظة للإنسان البسيط والعادي فضلا عن الإنسان المثقف والمتابع. فيما يتعلق بالمعضلة اليمنية، المعضلة اليمنية صحيح هناك إشكالية يمنية، هذه الإشكالية تتمثل بدرجة رئيسية بوجود أطراف في التحالف العربي أيضا تشتغل على مسألة إيجاد هذه التباينات والجزئيات من خلال الاشتغال على مسألة تفتيت الوحدة الوطنية الموجودة في إطار في إطار المقاومة الشعبية وفي إطار الجيش الوطني، بحيث أنها تعمل على تفتيت هذه البنى، بدلا مثلا في الحالة الجنوبية حينما تحررت المناطق الجنوبية سعت بعض الأطراف الخليجية إلى مسألة تشكيل كيانات خارج إطار الكيان الرسمي الممثل بالجيش اليمني والأمن اليمني، وسعت إلى تسليح هذه المكونات أيضا بعيدا عن السيادة وعن القرار الرسمي اليمني، كما حدث أيضا في حضرموت وحدث في عديد من المناطق، أيضا اشتغلت ونقلت هذه التجربة أيضا إلى حالة تعز، واشتغلت على تكوين كنتونات أو مجاميع خارج إطار الجيش الوطني في محاولة لخلق وفرز حالة يمكن التحكم بها من خارج إطار الحالة اليمنية، وبالتالي هذا الحالة جزء تساهم فيها بعض الأطراف في التحالف العربي. الإشكالية أيضا فيما يتعلق بالأزمة أو الحالة اليمنية، أنا باعتقادي أن التحالف العربي دخل اليمن على أساس الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة التراب الوطني، وبالتالي كل المكونات التي تشتغل خارج إطار هذا الهدف هي بالضرورة تشتغل خارج إطار أو ضد هدف واستراتيجية التحالف العربي، وبالتالي التحالف العربي هنا المسؤول عن إيقاف مثل هذه التجاوزات، كما هو الحال في بعض الفصائل الحراكية الانفصالية التي مدعومة من إيران والتي تشتغل في إطار وأجندات المشروع الإيراني بشكل واضح. أيضا فيما يتعلق بالحالة اليمنية، فيما يتعلق بالمؤتمر الشعبي العام، صحيح المؤتمر الشعبي العام حزب لا زال كبير وله تأثير، لكن هذا التأثير هو تأثير مرتبط أيضا بحجم التحولات الموجودة في هذه المرحلة، بمعنى آخر أنه المؤتمر هو مرهون أو اليوم مأسور باسم وحالة متبوع لصالح شخصيا، وبالتالي
لم يعد بذلك التأثير الذي يتخيله المراقبون من خارج اليمن أن المؤتمر الشعبي لا زال بذلك التماسك. المؤتمر الشعبي ذاب اليوم في إطار الميليشيات الطائفية الحوثية وانقسم إلى أقسام مختلفة. هناك قسم عريض من المؤتمر الشعبي الآن في حالة حياد، وقسم أيضا مع يقاتل مع الميليشيات الطائفية، وقسم أيضا الآن في إطار في تحالف الشرعية، وبالتالي لم تعد هذه أنا باعتقادي المسألة تحتاج إلى مزيد من الشرح. فيما يتعلق أيضا بقوة فاعلة موجودة في الساحة ولها تأثير كبير أيضا ولا يمكن تجاوزها بحال من الأحوال، أنا باعتقادي حالة التجمع اليمني للإصلاح باعتباره من الحزب الوحيد الذي يتجاوز الجغرافية اليمنية مذهبيا وإثنيا وطائفيا وتمدد في كل الخارطة اليمنية، لا زال ينظر إليه بنوع من الشك والريبة من قبل بعض الأطراف الخليجية، وبالتالي هذه مشكلة حقيقية. نعم أستاذ نبيل، وهذا أيضا فيها. السؤال الذي يؤرق الكثير ويثار بشكل كبير في الشارع اليمني. سيد سيادة العميد، هل لازال فعلا لديكم توجس من التجمع اليمني للإصلاح كشريك في استعادة الدولة، في معركة استعادة الدولة، ولذلك وجود الإصلاح خاصة وجوده القوي في محافظة تعز واحد من أسباب تأخير إنجاز معركة تعز حتى الآن؟ بداية أنا أتفق مع الأستاذ نبيل في كثير ما قاله وأختلف معه قليلا، لأن إذا كان يود الإشارة إلى دولة الإمارات فدولة الإمارات سمعنا إعلاميا، ولكن نسمع على من ألسنة مسؤولين كبار على رأس الشيخ محمد بن زايد ووزير الخارجية، الإمارات لم تخرج قيد أنملاء عن أهداف الرئيسية المشروعة لعاصفة الحزم، اتهمت في الماضي بناء على خطاب أو كلام في ندوة لمساعد أو نائب وزير الخارجية الإماراتي أن قال توقفت الحرب والإمارات توقفت العمليات العسكرية، وكل ذلك كان تكهنات، ويبدو أنه كان لي أيضا لقاء بإحدى القنوات اليمنية بهذا الخصوص وأنكرت ذلك قبل أن يرد اعتذار رسمي من الإمارات بهذا الشكل، أو ليس اعتذار عفوا إنما توضيح. أنا أعتقد أنه الأهداف الرئيسية لكل دول عاصفة الحزم وخصوصا الدول الخليجية الخمس، المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى، ثم الإمارات في المرتبة الثانية، ثم بقية دول الخليج الأخرى من الخمس في المرتبة الثالثة، مع الشريك الأساسي والركن الأساسي لعاصفة الحزم وهو الشعب اليمني والقيادة اليمنية، أهدافهم الرئيسية موحدة. هناك بعض التقاطعات من أهمها هي البيئة اليمنية الضاغطة. أما حزب الإصلاح، حزب الإصلاح هو حزب معتبر وأساسي في اليمن، ثم وأعتقد أنه كما نعلم أنه حتى حزب المؤتمر الشعبي العام لم يكن حزبا سياسيا، لم يكن حزبا سياسيا في البداية، إنما كان أقرب للمؤسسة الاجتماعية، ثم أصبح سياسيا، ثم أنشأت هذه الأحزاب آخرها حزب أنصار الله ليقابل فيه أحزاب دينية أخرى. البيئة اليمنية ضاغطة إلى حد كبير جدا، ولكن أعتقد أنها ليست عقبة كؤود أمام الرئيس هادي لأن يعمل المستحيل مع صناع القرار في الجانب اليمني وبالتعاضد مع دول العاصفة في استكمال ما تبقى ورد من الهوة إن وجدت في أي مكان. تبقى تعز هي شوكة الميزان في اليمن، يجب طيب على طيب معركة تعز ومعركة الساحل الغربي وإنهاء وإتمام معركة مأرب، كل هذه يعني المعارك التي لا زالت مفتوحة منذ وقت طويل ولم تحسم، وسمعنا كثيرا من قبل محللين سياسيين وقادة عسكريين كبار في التحالف العربي وفي الشرعية على حد سواء بتأكيداتهم المستمرة والدائمة بحسم هذه المعارك، لكن على أرض الواقع لا نرى شيء، وهذا ما يتناقض أيضا ما تقوله الآن. يعني إلى متى سنظل نسمع وعود فيما يتعلق بحسم معركة تعز وأنها جزء من أنها شوكة ميزان كما أشرت وأنها جزء مهم من المعركة الشاملة لاستعادة الدولة، بينما يعني تحرم حتى من تزويدها بعدد من المعدات والآليات العسكرية التي تحتاجها والتي سينجز أبنائها معركتهم بأنفسهم دون حتى الحاجة لقوات التحالف العربي؟ وأنا أؤكد مرة أخرى أن هذه مسؤولية هادي، مسؤولية علي محسن الأحمر، مسؤولية بندار، مسؤولية رئيس الأركان اليمني. هناك قوات عسكرية مقدسة في مأرب أكلها صدع الشمس، وبالتالي يجب تحريك مجموعة ألوية إلى تعز، يجب أن نتجاوز كل التحديات الداخلية في البيئة اليمنية، يجب أن يكون هناك قرار شجاع، يجب أنا أؤكد وأعتقد وأؤمن أن جميع اليمنيين ولدتهم أمهاتهم أحرارا، وبالتالي لن يقبلوا العبودية
من قريب أو بعيد، وأؤكد أن حزب الإصلاح حزب سياسي معتبر ذو تأثير في اليمن، يجب أن يكون له دور بارز ومساهم، ويجب أن يكشف الغطاء عن نفسه ويعلن عن موقفه بالكامل. حزب الإصلاح حزب قوي ومؤثر، وبالتالي لن نرجع إلى المناطقية كما ذكر الزميل الأخ العزيز نبيل على أنه هناك بعض الضغوطات أو التحفظات من قبل أبناء الجنوب، من يقاتل في باقين، من يقاتل في نعم نعم سيادة العميد في طيب في إذا تتحدث حضرتك عن مسؤولية قيادة الجيش عن علي محسن الأحمر وعن الرئيس هادي لعدم حسم المعارك العسكرية في بعض المناطق المفتوحة منها تعز والساحل الغربي، أستاذ نبيل بوكيري، هناك من يكرر دائما ويردد بأن قرار الشرعية ليس بيدها، وهناك أيضا من تحدث بأن قرار التحالف العربي أيضا ليس بيده. هل تعتقد بهذا الطرح بأنه فعلا قرار الشرعية بيد التحالف وأن التحالف أيضا لا يملك القرار، أم أنه فعلا كما يتحدث سيادة العميد بأن القرار بيد الشرعية وهي التي ترفض أن تحسم المعركة عسكريا، وما مصلحتها من ذلك؟ أنا باعتقادي أنه مسألة القرار بالنسبة للشرعية هي إلى حد كبير شريكة للتحالف العربي، ويفترض أن تكون شريكة حقيقية فيما يتعلق باتخاذ قرار مصيري واستراتيجي بهذه الدرجة. لكن فيما يتعلق أيضا بهذه الجزئية وما يتعلق خصوصا بمسألة معركة تعز، أنا باعتقادي أنه معركة تعز هي البوابة الرئيسية للانتصار في اليمن. هذه المعركة كل وسائل وعوامل الانتصار فيها متوافرة وتكاد تكون 90% إن لم تكن أكثر، من حيث إمكانيات التحالف العربي الكبيرة الموجودة على حدود وتخوم محافظة تعز في لاحق وفي باب المندب وفي عدن وفي عديد من المناطق. أنا باعتقادي أيضا هذا جزء من التساؤل الذي يدور حول ما هي الدوافع والأسباب التي تقف وراء عدم مد تعز بالأسلحة الثقيلة التي ستمكنها من إنجاز المعركة الحقيقية المتبقية في تعز، التي صمدت لأكثر من عامين أمام أكثر من 13 لواء عسكرية يمتلكون أعتى الأسلحة الموجودة لدى قوة النخبة اليمنية السابقة. وبالتالي هذا السؤال يطرح أيضا نفسه على التحالف العربي، باعتبار أيضا تعز هي المطلة على مضيق باب المندب، والذي يعتبر من أهم موارد أو ممرات الطاقة في العالم على الإطلاق. الجانب الآخر أيضا فيما يتعلق بمسألة القرار السياسي بالنسبة للتحالف العربي، التحالف العربي في وخاصة المملكة العربية السعودية بالنسبة لها معركة اليمن هي معركة مكة والمدينة والرياض، كما هي معركة كل عاصمة خليجية. لكن بالأساس الاستهداف الكبير للمملكة العربية السعودية هو متأتى من تحويل اليمن إلى أرض للمشروع أو للنفوذ الإيراني، وبالتالي الذهاب باتجاه المملكة العربية السعودية. أنا باعتقادي هذا يضع ويضاعف من حجم المسؤوليات والتحديات على المملكة العربية السعودية، التي تدرك جيدا أن معركة اليمن الآن، واتفق مع ما ذكره سابقا العميد حسن فيما يتعلق بمعركة تعز ومعركة الساحل الغربي، هما البوابة لإسقاط صنعاء دون قتال. أما الذهاب إلى صنعاء أنا باعتقادي وهي أيضا ليست صعبة المنال، ولكن الذهاب إلى صنعاء ستظل معركة مفتوحة وكبيرة، وستكون تكاليفها باهظة الثمن بالنظر إلى أنه لا زال هناك منافذ كبيرة يتسرب من خلالها السلاح، ويتسرب من خلالها كثير من الدعم للميليشيات الحوثية عن طريق البحر الأحمر وغيرها من المنافذ. نعم، وعلى ذكر معركة صنعاء أيضا كان الخطاب السياسي للقيادة العسكرية للتحالف العربي وأيضا السياسية قد وصل إلى حد الحديث عن معركة صنعاء، يعني أستأذنكما ضيفي الكريمين للذهاب إلى هذا التقرير الذي يرصد بعض مواقف قيادة التحالف العربي في الخطاب السياسي لهذه القيادة، ومن ثم نعود للتعليق عليه. And we are committed to helping our Yemeni brethren. But we responded out of necessity. We responded to remove a threat. We responded to protect the legitimate government. We responded under authority of UN resolution. That's what we did. In order to protect Yemen. And in order to protect ourselves and our borders. What have we achieved? We have liberated territory from the Houthis. We have protected legitimate government. We have substantially reduced the threat
to our border and our people. It's not gone, but it's substantially less than it is now. And we have ensured that Yemen does not fall under the grasp of Hezbollah and Iran. That's what we've achieved. There's more to achieve, and we hope that it can be done through the political process. طلب من الحكومة اليمنية وتجاوبا إيجابيا مع الأمم المتحدة فضلنا أن يذهب الفرقاء إلى الكويت ويتحدثوا على طاولة لعل هناك مخرج للأزمة بالعمل السياسي. ولكن أؤكد لك إن فشلت العمليات في الكويت وأعلنت الأمم المتحدة فشل المفاوضات أو المشاورات اليمنية فستستمر العمليات وستحسم المسائل بالجانب العسكري وستدخل الحكومة بمشيئة الله إلى صنعاء وستعود الحكومة اليمنية الشريفة. نعم، وستعود الحكومة إلى صنعاء إذا ما فشلت مفاوضات الكويت، وفشلت مفاوضات الكويت ورفضت الطرف الإنقلابيين التوقيع على الاتفاقية أو اتفاقية البيان الختامي لاتفاقية الكويت بعد 100 يوم من المشاورات. وعلى الصعيد العسكري لم يحدث شيء، بينما الخطاب الخليجي الآن يتصاعد باتجاه الحديث عن حل سياسي وأن الحل في البلد لابد أن يكون سياسيا. ألا تعتقد سيادة العميد بأن فرصة التحالف العربي للمناورة السياسية على طاولة المفاوضات سوف يكون ضعيفا في حال استمر الوضع العسكري مراوحا أو على ما هو عليه الآن؟ أدعوك بصفة شخصية أن تكوني متفائلة بصفتك ابنة اليمن العزيز، وثقي بالله سبحانه وتعالى أنه لن تتأخر الفرحة والنصر، ستعودين من بوابة صنعاء الكبرى أو بوابة أي مدينة أو محافظة أنت تسكنينها أو أنت فيها. ما يدور يعني نتمنى ذلك، يعني نتمنى نتفائل بسبب ما يحدث على الأرض، نتمنى أن يكون هذا التفاؤل قادم من الميدان وليس من مجرد التصريحات السياسية على المنابر الإعلامية. ليست تصريحات، المواقف مشرفة وقوية والتأثير على الأرض قوي. أنا أعتقد أن هناك في تكيف مع تأثير البيئة الدولية، في هناك ضغوط كبيرة جدا. انقلبت العالم، أمريكا بوجه الخصوص ومجلس الأمن انقلب رأسا على عقب على القرار 22/16، وسمعنا ما قاله كيري في مسقط وما تلقفه ولد الشيخ. اللجنة الرباعية في تعليق فاتني نعلق عليها في الماضي، اللجنة الرباعية كانت تتبادل أدوار مع الجانب اليمني مع أعداء اليمنيين وهم الحوثيين وفريق علي عبد الله صالح للمشاورات، واللجنة الرباعية الإمارات والمملكة العربية السعودية والإمارات بصفتهم الأكثر تأثيرا في عمليات أسقاط الحزب مع أمريكا وبريطانيا كشركاء استراتيجيين. مع الأسف صدقنا مناوراتهم السياسية الخبيثة التي كانوا يختبئون خلفها وخصوصا أمريكا، ثم ظهرت للعلن في مسقط، وبالتالي كان رد التحالف صادم بأن لم يرد عليها وتجاهلها، وكان رد الحكومة قوي لأنه اعتبرها لا تعني لا من قريب ولا من بعيد. مضطر نائب وزير الخارجية الأمريكية للحضور الرياض ومقابلة فخامة الرئيس والاعتذار والقول بأن مثل هذه المبادرة إنما هي مجرد أرضية ممكن أن تتوسع أو تضيق للوصول إلى حل نهائي، ولكنهم يكيلون بمكيلين يجعلون من الظالم والقاتل والأجير الأجنبي صاحب حق، والشرعية الشعبية اليمنية والحق الحقيقي أصبح هو ظالم. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا التكيف مع البيئة الدولية سيتوقف قريبا، وستنشط العمليات العسكرية وسيطلق العنان للقوات المسلحة اليمنية والاتحالف للانقضاض على ما تبقى من هذه الفئة الباغية في اليمن التي استحلت الدم والعرض والشرف اليمني، واليمن لا يستحق منا إلا أن نكون أقوياء بالله سبحانه وتعالى ثم مع شعبه لنعيش كلنا في أمان. ما عاصفة الحزم قامت ليست اختيارية وإنما حرب ضرورية، لأن حرب وجود، ولن نسمح لإيران ولا الدولة الصفوية كسرى وشركهم القادم لليمن بكل وجود على أرض الجزيرة العربية. أود منك أختي الكريمة من كل إعلان يمني أن يكون متفائل. نعم، نتمنى أن نرى ذلك قريبا، أن نرى يعني حلول عملية على الأرض حتى نتفائل وتفائل الجميع في الداخل. تحول إليك السيد نبيل البكيري بسؤال أخير، هل تعتقد بأن منظومة الخليج والتحالف العربي تحديدا استوعبت الدرس تماما فيما يتعلق بالخطر
الإيراني المحيط بالمنطقة بشكل عام وبالتواطؤ الدولي الذي تحدث عنه سيادة العميد قبل قليل؟ أنا أتفق كثيرا مع مسألة ما يطرحه العميد حسن فيما يتعلق بالمؤامرة الدولية الحقيقية والتي تستهدف بدرجة رئيسية المملكة العربية السعودية كآخر قلعة عربية تنعم بالاستقرار وتنعم بوحدة وطنية غير متأتية أو تم تدميرها في العراق وسوريا واليمن وكثير من المناطق العربية، وبالتالي الرهان اليوم على المملكة العربية السعودية بشكل كبير باعتبارها هي آخر عتبات المشروع العربي الذي نأمل أن يكون عند مستوى هذه التحديات ولا يظل حبيس لتجاذبات النخب المخترقة إيرانيا في كثير من وسائل الإعلام وكثير من مراكز القرار على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي. المشروع العربي أو الأمة العربية تتعرض لحملة وجودية لتفتيت المنطقة العربية، وبالتالي نتمنى أن يكون التحديات أو نكون عند مستوى هذه التحديات لأنه لم يعد لدينا المزيد من الوقت. أنا باعتقادي أنه الوقت ليس في صالح العرب ولا في صالح التحالف ولا في صالح اليمن على الإطلاق. نعم، والوقت أيضا ليس في صالحنا. أستاذ نبيل البكيري، انتهى وقت البرنامج، ولو أنه كان لدينا عدد من مشاركات الأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث حول أخطاء التحالف العربي، وربما كان لابد أن يعني نوجد لها مجال في حلقتنا لهذا اليوم، وأيضا عن معركة تعز وقد تحدثنا عنها، وعن أداء التحالف العربي الذي يراه عدد كبير من الأصدقاء بأنه أداء هش وضعيف. أشكركما ضيفي الكريمين، الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي حسن الشهري، ومن اسطنبول الكاتب والباحث السياسي نبيل البكيري. كما أشكركم مشاهدين الكرام على كرم المتابعة. في الختام تقبلوا تحياتي أنا أسوان شاهر ومعد البرنامج أسامة القطيبي وكافة الفريق الفني للبرنامج. ألتقيكم في حلقة جديدة من فضاء حر الأسبوع القادم في نفس الموعد. في أمان الله.